كل عام وانتم بخير يا سادس. شو جهزتوا للعيد وشريتوا الاواعي والالعاب؟ مبسوطين انه عطله وفيها فيش مدرسه؟ طبعا. طيب يا سادس، مره انا بدي احكي لكم هالقصه حلوه كثير. انا لما كنت بعمركم هيك مرضت، كنت مريضه في العيد وانا قدكم. شو اجت عنا ست اللي هي بتحكي لي ليش هيك انت مريضه وقاعده ومش طالعه تلعبي مع صاحباتك؟ ليه؟ حكيت لها بطني بوجع كثير ومش قادره اقوم من الفرشه. ليه؟ حكيت لي اسمعي، بعمل لك كاسه هالمراميه وعطول عطول بالطيبه. قلت لها بس بحبش انا المراميه. قالت لي عشان الطيبه وتطلع تلعبي مع صاحباتك وتتسلي معهم وتشتري العاب. قلت لها طيب. شربت كاسه المراميه، وجد بعد شوي له بطني خاف وطلعت لعبت مع صاحباتي. طب يا سادس احكوا لي، من فيكم عمره مرض اشي راح عند ستو داوي وشو عملت له؟ تفضلي. مري انا كنت انجرحت فروحت عند ستي فحطت لي عليها قهوه. طيب هم كانوا كل عاداتهم زمان صح كانوا يعملوها يداووا حالهم صح؟ تفضلي. تمام. لا كان في اشياء غلط. صح، مثل القهوة هاي ممكن شو يصير تجرثم الجروح وتصير عندك اشي تاني، يعني اشي اخطر لسه من الجروح. طيب مين يحكي لي شو عنوان درسنا اليوم اذا يا سادس؟ تفضلي ريما. صناعة الدواء. ممتازة. مين عيده؟ تفضلي مريم. صناعة الدواء. اذا عنوان درسنا لليوم احكيه. تمام. البحث العلمي وتطور صناعة الدواء. عدي يا سلمى. البحث العلمي وتطور صناعة الدواء. طب يا سادس من فيكم راح على دكتور او راح على صيدلية او راح مع حدا مريض يعني هيك اشي؟ تفضلي. وين رحتي؟ رحت دكتور على صيدلية. طب شو شفتي هناك بالصيدلية؟ ادوية. طب شو هو الدواء يا راشد؟ مادة بيستخدموها لعلاج المريض. طيب يا اشي تاني بلغتكم يا ريم؟ ايش الدواء؟ شو هو يعني؟ شو بتعرفي عنه؟ مادة بصنعوها من مرات تكون اعشاب مثلا. بنستخدمها يعني كل دواء له مرض معين، كل مرض له دواء معين. هيك. صح. هسه تعالوا نشوف شو تعريف الدواء. اقرأي يا ندى. هو مادة تعطى اما لعلاج التشخيص الشفاء ازالة او وقاية من المرض. ممتاز. مين عيده؟ تفضلي حنان. هو مادة تعطى إما للعلاج للتشخيص للشفاء إزالة أو وقاية من المرض. مين يطلع يحكي لي إياه هون؟ تفضلي مريم. الدواء هو مادة تعطى إما للعلاج للتشخيص للشفاء أو إزالة وقاية من المرض. ممتازة. طيب يا سادس، كل الدواء مثل بعض. أنت لما تمرض يا سهى أخوك الصغير بيشرب مثل الدواء اللي أنت بتشربيه؟ لا، في أدوية مختلفة، يعني مثلا أنا بشرب الكبسولات بس هو بيشرب من الأنانة سائل. طب واللي أكبر؟ ممكن إبرة. صح. مين بخاف فيكم من الإبر؟ قولكم. طيب مين يحكي لك أشكال دواء؟ تفضلي ملاك. مرهم. مرهم صح. وين بحطوا المرهم؟ بحطوا مثلا في حالة كانت عظامهم بتوجع او جلوب. على الجلد يعني بحطه. صح، على الحروق. مين كمان بعرف دواء اشكال دواء؟ تفضلي سلمى. بخاخ. وين هذا بروح؟ على اي جهاز؟ على الجهاز التنفسي. طيب وريم. كبسولة. اول شكل من اشكال الدواء يا سادس اللي هو الحبوب. كتير منكم من مرض عمره فيكم واخذ حب الدواء؟ كلكم اكيد سلامتكم المهم. طيب تاني شكل اللي هو شراب، برضو شربتوه اكيد. ثالث شكل الحقن اللي بتخافوا منها. اربعة البخاخات اللي هي بتروح على الجهاز التنفسي. وخمسة المراهم زي ما حكت ملاك. طيب من وين هو اجى الدواء؟ مين بيعرف من وين اجى الدواء؟ ندى. مواد طبية او مواد كيماوية. اعشاب. او اعشاب يعني. مواد طبيعية
او مواد كيماويه بسموها. صح، يعني احنا ما لقيناهوش محطوط على الشجر واحنا جبناه. لا، صنعوه بالمختبرات. اه صح. طب شو هي، من وين يعني؟ ممكن تكون مصادر حيوانيه. صح. مريم نور عشاب. صح. طب مين بعرف فيكم عشبة بتخلي الواحد طيب؟ سهى. الزعتر، لما نكون عنا أحا أنهم دائما بحكوا اشرب الزعتر. ممتازة. صح. ملاك النعنع. صح. ندى زي ما حكيت الميرمية بالأول. صح، الميرمية كتير منيحة لوجع البطن. طيب هسا مصادر الدواء هي أول إشي حكيته نباتية. نباتية حكيته أمثلة عليها، المرمية، النعنع، زعتر. طيب حيوانية، من بعرف مثال على إشي حيوان بأخذوا إشي؟ رماء مثلا الوحدة مثلا تقرص حي بأخذوا الدواء من نفس مثلا من نفس المادة السامة للأفعى. صح، ممتازة. صح، ممتازة. ومين كمان؟ تفضلي. بيصنعوا أدوية من العسل اللي بيطلع من النحل. صح، مين كمان بعرف؟ طب أنا بدي أحكي لكم، بتعرفوا مرض السكري؟ هذا من وين باخذوا دواء؟ من دم الحيوانات. باخذوا بيستخلصوا من دم الحيوانات أنسولين وبعالجوا الناس فيه. طيب وكمين كمان مصادر، حدا بعرف؟ تفضلي. تمام. مصادر كيميائية. كيميائية، شو يعني كيميائية؟ تفضلي. نتيجة التطور التكنولوجي استخدمنا مواد كيميائية مشان نصنع من خلال الدواء. زي ما حكيت لكم. تمام. صارت عندنا تكنولوجيا كتير كبيرة. كانوا زمان زي ما قلت لكم بأول الحصة يستخدموا الأعشاب ويتداووا فيها يمشوا حالهم، أما هسا شو صاروا يصنعوا، يفاعلوا مادتين ببعض وينتجوا، أو أكثر من مادتين طبعا، وينتجوا دواء فيها. طيب ومين في كمان مصادر؟ تفضلي. مصادر معدنية. صح، شو معدنية؟ مين بعرف مصادر معدنية؟ تفضل. الأملاح. صح، أملاح معدنية. طب المصادر المعدنية أنا بعرف إنها بتسمم، بتعرفوا هيك أنتو؟ هسا هاي المصادر مش باخدوها هيك بحطوا لنا إياها وإحنا بنشربها، باخدوها صح يا ريم على المختبرات وبعالجوها وبضيفوا عليها كمان مواد. شو بتعمل هاي المواد؟ صح، ممتازة. هسا يا سادس بدي هون تصنفوا لي أشكال للدواء. مين أول واحد يطلع فيكم؟ تفضلي. تمام. وين هذا باخذوه؟ عبر القناة الرئوية. ممتازة. مين كمان يطلع؟ تفضل سهى. هاد بخاخ مفتوح عبر الجهاز التنفسي. ممتازة. مين يطلع كمان؟ تفضلي سلمى. إن حالة مرهم لا الجلد. ممتازة. صح. مين؟ تفضلي ملاك. صح. مين كمان يطلع؟ صالح. ممتاز. مين بده بحب يطلع يحط؟ تفضلي. صح، ممتازة. تفضلي ريم. صح. في حدا بحب يطلع فيكم؟ طيب يا سادس هسا بدي شو نعمل لنعرف شو مراحل صناعة الدواء وكيف بصنعوا الدواء. طيب يلا مين يجي يساعدني هون؟ تفضل.
هسه يا سادس لنشوف شو هي مراحل صناعة الدواء. أول مرحلة اختيار المواد الخام. أول إشي بيجوا شو بيختاروا؟ المواد الخام من وين بيختاروها؟ تفضلي. من الطبيعة ممكن، من الأعشاب. صح، من الطبيعة، من المصادر كلها اللي إحنا أحكيناها، صح ولا لا؟ أحكينا أعشاب، أحكينا أملاح معدنية، وأحكينا مصادر حيوانية. طب أنا هون جايبت لكم لنعمل دواء اليوم يا سادس. هون يا سادس أي حدا بقدر يعمل دواء؟ أنا بقدر أجي أعمل دواء وأبيعه بالسوق أحطه بالصيدليات، ولا مين اللي بيعمل الدواء؟ تفضل. متخصصين خبراء. صح، متخصصين خبراء، وبيجي أي بهيك بيعملوه بدون ما يجربوه ولا إشي ولا يعملوا إشي؟ فحوصات مخبرية. على مين بفحصوه؟ على حيوانات تجارب مثلا. صح، على الحيوانات بيجربوا أشياء. صح، مش بيجوا بيعملوا دواء بالأول إشي بشوفوا شو المكونات، ولما تتفاعل مع بعض شو بتنتج لنا هاي المكونات، وبيعرفوا يعني كل إشي فيها، وبيجوا بخلطوها مع بعض وبجربوها، مش بيجوا بجربوها على حنان وعلى ندى، لا، بيكون في عندهم بالمختبر حيوانات حاطينها للتجارب، بيمسكوا علبة الدواء اللي عملوه وبينطوه للحيوان، بصيروا يشوفوا شو تأثيره بعد ساعة ساعتين بعد يوم يومين عشان يكتشفوا شو صار معه. هسا بدنا نشوف أول مرحلة اللي هي اختيار المواد الخام، وأنا جايبت لكم هون من المواد الخام شو؟ مرمية. شو من أي مصدر المرمية؟ وبدنا نديرها هون نطحنها. مين يجي يطحنها؟ تفضلي عطاء. طحنيها، طحني لنا اياها. طحنها؟ طيب يلا ارجع مكانك. هسه تاني مرحلة اللي هي اضافة اللون. بضيفوا شو هم بضيفوا على الدواء؟ صبغات. صبغات مضرة صح؟ بس هم الا بحطوا مواد فيها تخليها تصير منيحة اكيد. مين يجي يحط لنا صبغة؟ تفضلي ندى. وخلطي لنا اياه. وبحطوا كمان على الدواء غير الصبغة ريحة عشان تصير ريحته حلوة. مين يجي يحط لنا ريحة؟ تفضلي ملا. شو هاد؟ شمي لنا اياه وحكي لنا شو هو؟ شو ريحته؟ حلوة ريحته صح؟ وخلطي. هسه ثالث مرحلة اللي هي وضعها في العجنات والخلاطات. بحطوها بأفران كمان. شو العجنات والخلاطات؟ هو بالمصانع بحطوها بآلة تعجن. تعرفوا الكيك، خلاط الكيك مثله، بحطوه وبعجنوها مع بعض عشان تتجانس كل المواد مع بعض. وبعدين آخر مرحلة اللي هي تغليفها وحفظها بالشكل المناسب. مين يجي يحط لنا اياها بالعلبة؟ تفضلي سهى. هيك طلع عنا شو؟ علبة دواء. مين عد لمراحل تصنيع الدواء؟ تفضلي سلمى. اختيار
اختيار المادة الخام اللي بتصل للمصنع من خلال أجهزة إلكترونية خاصة، ومنضيف اللون والرائحة حتى يصبح الدواء مقبول، وبعديها منودي المادة للفرع المناسب للمعالجة. عندنا أفران، عجانات، خلاطات، وبعديها منغلف الدواء ومنحفظه بالشكل المناسب. صح. ويا نور، حكينا عمين بنجرب الدواء اللي بنصنعه؟ إذا طلع منيح شو بنعمل فيه؟ طب مين يحكي لي شو هم مصادر الدواء؟ تفضلي رماء. نباتية وحيوانية ومعدنية وكيماوية. إحنا بالتجربة هاي أي مصدر استخدمنا؟ نباتي. نباتي. طيب هسا بدي إياكم تعملوا لي 4 مجموعات. خذي يا رما. خذي يا سهى. خذوا. هسا هدول الاشياء اللي وزعتهم عليكم بدي اياكم ترتبوا لي المراحل صح. يلا. شو؟ صح، ممتازين، كملوا. صح، ممتازين. طيب يلا انتوا هدول المجموعتين تتبدلوا مع بعض وتشوفوا لي مرتبين صح. اشوف. شطورين. شاطرين. طب انتو وانتو يلا شوفوا لي شغلهم صح، تأكدوا لي من شغلهم كمان. شو كيف طلع شغلهم صح؟ ممتازين. وانتو صح. كلكم ممتازين. انتو شاطرين. طب يا شاطرين هسا مين يطلع يحكي لي شو اخذنا اليوم؟ تفضلي سهى. في البداية أخذنا اسم وتعريف الدواء بشكل عام، حكينا أن الدواء هو عبارة عن الترياق أو العلاج اللي بده يوصفه الطبيب للمريض على أساس أنه يتعالج هذا المريض، وحكينا أنه في عنا أنواع مختلفة من الدواء وأشكال مختلفة من الدواء. صح. مين كمان؟ تفضل راشد. عندنا مصادر الدواء اللي هي نباتية وحيوانية ومعدنية وكيميائية. صح. في مراحل صناعة الدواء. اللي هي أول شيء اختيار المادة الخام، إضافة اللون والرائحة، ونوجه المادة على الخلاطات أو الأفران، بعدين تغليفها بالشكل المناسب. صح، ممتاز. مين كمان بيطلع؟ تعال تفضل صالح. أخذنا عن أشكال الدواء إنه في منها حبوب، في منها شراب. شراب، وفي منها للجلد يستخدموها، وفي منها مضخخات للجلد. شو هي اللي للجلد؟ المراحل. صح. طب مين يحكي لي شو عملنا بالتجربة هون؟ تفضل رماء هون. حكينا عن مراحل تصنيع الدواء. اول اشي احنا المواد، اختيار المواد الخام، اضافة اللون والرائحة،
تغليفها وعجنها وخلطها ووضعها في وبنصدرها. اول اشي هم بالمصانع شو بيعملوا؟ بجربوها على الحيوانات. صح، ممتازة. طيب هسه بدي اعمل لكم مسابقة اشوف مين الشاطر فيكم اللي بده يجاوب. مين يطلع اول واحد؟ تفضلي ملاك. اختاري دواء وفي سؤال. بدي اسالك سؤال، هسا انت اخوك الصغير في الدار، الصغير تشربوه دواء شراب، بس هسا اذا كان مثلا هو كتير مريض وكل اللي باخده بتقيئه، شو بتعملوا له؟ ما هو حقن. صح، لانه ليش اذا شرب الشراب شو بصير فيه؟ راح مثلا يستفرغه فانه مش راح يستفيد منه. صح، ممتاز، تفضلي. مين بحب يطلع؟ تفضل محمد. حريت الدواء. هو الترياق او المادة التي نستخدمها في علاج الاشخاص اللي مصابوا بالمرض. صح، ممتاز، تفضل. مين يطلع؟ تفضلي. تعالي. اذكري مصادر الدواء حيوانية وفي نباتية وفي كيماوية. ممتازة، تفضلي. طيب مين يحكي لي مصادر حيوانية من شو باخدوها؟ سهى. مثل الأنسولين بياخدوا من دماء بعض الحيوانات، وحكينا زي العسل أنه بياخدوا منه الدواء، وحكينا زي سموم الأفاعي أنهم بيعملوا منها ترياق ضد السموم. ممتازة. مين نباتية من وين باخدوها؟ تفضلي. من الأعشاب مثل الميرامية والزعفر. صح، معدنية. تفضلي ريما. مثل الأملاح. صح، الأملاح باخدوها وحكينا بعدلوا عليها. يلا، مين بحب يطلع كمان؟ تفضلي ريم. البحث العلمي وتطور صناعة الدواء. صح، تفضل. مين كمان؟ تفضلي ندى. صح، ممتاز، تفضلي. ومين يحكي لي شو عملنا بالتجربة؟ تفضلي ملاك. جبنا مادة خام ميرامية وحطيناها بالكلب العجانة، وبعدين جبنا رائحة صبغة، حطينا عليها صبغة ملونة، وبعدين رائحة مثل رائحة الزعتر وضفناها عليها، بعدين خلطناهم وعبيناهم بعلب تغليف على أساس إنه نصدر. صح، شطورة. طيب يلا، مين يطلع؟ تفضلي ريما.
عنوان الدرس صناعه الدواء بحث عن المحتوى. تفضلي. ومين يطلع يحكي لي شو هم اشكال الدواء؟ تفضلي. أشكال الدواء، أول إشي الحبوب اللي بناخدها عن طريق الجهاز الهضمي أو القناة الهضمية، البخاخات اللي بناخدها عن طريق الجهاز التنفسي، الحقن اللي بناخدها عبر الوريد، وفي المراهم اللي بنحطها على الجلد، والشراب يعني سائل. صح، ممتازة. وأنا هسه يا سادس بآخر الدرس بدي أنصحكم نصيحة، بالعيد لا تشتروا فروض خراز ولا قنابل عشان لا تحتاجوا دكاترة ولا تحتاجوا دواء، ويعطيكم العافية.